نروح لقصة نجاح أخرى مشاهدينا، بس من خلال هذا التقرير اللي بدنا نشوفه واللي بيحمل عنوان اغسل سيارتك. قصة نجاح سطر حروفها شاب من شباب الوطن، صاحب عزيمة لا تلين وطموح حده السماء، محمد عمران عربيات، تخطى حاجز ثقافة العيب ليصل إلى ما يصبو إليه، حيث بدأ مشروعه بالدلو ليغسل سيارات من حوله، ليخلق لنفسه فرصة عمل ليقوم بدوره تجاه نفسه أولا، ومن ثم تجاه الوطن ليكافح الفقر والبطالة. والآن كبر مشروعه وكبرت أمانيه. مشروع بلش من تحت الصفر، مشروع بلش من سطل وفوطة وشريطة، مشروع بسيط جدا. كان حلمه هالشاب انه يكمل ماستر ويكمل دكتوراه ويصل زي ما وصل حلم ابوه. ابوه كان مدرس باحدى الجامعات الأردنية، وهو بده يمشي على نفس خطى ابوه انه يصير مدرس باحدى الجامعات الأردنية. كان حلمي انه بعد السطل انه يتطور يصير فان كاروش موبايل كاملة متكاملة كل المعدات فيها. سعيت وراها والحمد لله صح لي على قرض من صندوق التنمية والتشغيل، وجبت الفان وجبت الآليات، وحاليا أنا شغال فيها. ومن تعب الغسيل نشتري العلم وكسبون، يعني بظله هو بالبيت وأنا بغسله سيارته زي كأنه المحطة موجودة عنده كاملة مكملة. ثقافة وعلم ولباقة بالتعامل، صدق بالمواعيد وأمانة بالعمل، يحمل أجهزته ومواد التنظيف بسيارته المجهزة بكافة ما يتطلبه العمل لينجزه بأسرع وقت ممكن. يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ليصل للجميع في بيوتهم، يعمل ليغطي نفقات جامعته التي يدرس بها الدراسات العليا. شاب محمد عمران عربيات، أنا متأكد هو أخذ فرصته بإيده بوحده، ونتيجة أنه قام بمبادرته بإيده ولوحده اقتنع القائمين على الترويج لثقافة العيب أنها هاي الماكينة ليست صحيحة، وأنه الشباب يجب أن يعطوا فرصة. الشاب محمد طبعا هو مثال للشباب الأردني الطموح، طبعا بيجي بيغسل سياراتنا، بنظف، بيتصف بالأمانة، شغله مرتب، عنده طموح أنه يصير لقدام. طبعا أنا بشجع كثير هيك من الشباب الأردني أنهم يمتهنوا هاي المهن الحرة اللي بتوفر لهم مصدر دخل ينفقوا فيه على أسرهم وعلى أنفسهم ويتابعوا طموحهم من خلاله. محمد عمران عربيات، طموح وعزيمة، عمل وإنجاز، تخطى ثقافة العيب، يعمل في غسيل السيارات ويدرس الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ليكون الأنموذج للشباب الأردني. عاهد الدبع.